اخوان السلام عليكم. واحد المعلومه بغيت نقاسمها معكم على السريع. دابا شوف انا فين واقف هاد البلاصه هادي، راه بحال قلتي واقفين في الحافه فوق واحد الكركور. فوالا علاش؟ لان غادي نخدم في واحد لازون كاينه لهي في كيبان هذاك الفوال هنايا في هاد البلاصه هادي، كيبانوا دوك القوات تقريبا. هذيك لازون ما بقيتش خدمت فيها هادي تقريبا واحد العام تقريبا، ما بقيناش درنا لديك الجهه. ودابا جات واحد الخدمه يلاه غادي نخدموها تما في هذاك الاتجاه، ولي بور اللي كانوا تما ضاعوا ما بقاوش. كانت عندنا وحده ديال الرطاش مضرب واحد، دابا اضطريت انني نستاسيني في هاد البلاصه. علاش؟ باش ناخذ واحد البورن راه كاين لهيه كتبان تما في هذاك فين كاين هذوك البيروات، وواحدة اخرى كاينه في هاد الاتجاه كاينه لهيه ورا هذاك فين دايز هذيك الطوموبيل منها لهيه، باش لونسي وحده لهاد الجي ولا جوج تما، لونسي وحده ولا جوج باش نبقى خدام تما مرتاح. اشنو هي المعلومه اللي بغيت نتقاسم معكم؟ هو هنا فين كيكون لافونتاج ديال الجي بي اس مع ستاسيون توتال، لان ستاسيون توتال عاده هي امتيازات ديالها، ولكن بحال هاد الحوايج كيكون الامتياز عند جي بي اس. كون كان دابا جي بي اس ما غاديش نحتاج انا نجي نريسكي في هاد البلاصه هادي، غادي نحتاج ستاسيون موحده تما، غنستاسيني في هذيك البلاصه تما، وغادي نرجع كاع نفيريفي بهاد الثانيه، وغادي يشد ليا السينيال مزيان، ونمشي لونسي وحده ولا جوج ولا ثلاثه، ولا ندير لامبلونطاسيون كاع بلا ما نلونسي ديريكتومون نخدم، يعني ندير ديك لامبلونطاسيون اللي باغي ندير انا بلا ما نحتاج هاد ستاسيون مديره بحال هكا. يعني دابا الستاسيون توتال في هاد الحوايج هادي كتكون ضعيفه، كيكون عندك لي زوبستاكل خاصك تبقى تحول لي ستاسيون تقلب على فين بلاصه يبانوا لك جوج ديال لي بورن، يعني مرونه القضيه. اما جي بي اس هنا كيكون عنده امتياز. علاش؟ لانه هو كيحتاج غير بورن وحده، وكتكونترولي الثاني، وكتمشي دير الخدمه ديالك البلونطاسيون ولا اللوفي ولا تلونسي ستاسيونات ولا دير اللي عجبك ديك الساعه. هذه هي المعلومه اللي بغيت نتقاسم معكم، امتياز ديال جي بي اس فين تيكون. مره اخرى ان شاء الله تكلموا على فين كتمتاز ستاسيون توتال بارابور جي بي اس.